أعلنت القوات المسلحة الملكية المغربية عن عملية انتقاء وإدماج فوج المجندين 2019-2020 في إطار الخدمة العسكرية، ستنطلق اليوم الاثنين وستمتد إلى غاية 31 من غشت الجاري، على أن يتم انتقاء 15,000 مستفيد. ودعت القوات المسلحة الملكية في بيان للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية كافة المدعوين الذين توصلوا بأمر الالتحاق إلى ضرورة التوجه للوحدة العسكرية المشار إليها في أمر الالتحاق وفي التاريخ المحدد. وبحسب البيان، فإن 17 وحدة عسكرية منتشرة في ربوع المملكة قد تمت تعبئتها من طرف القوات المسلحة الملكية، حيث ستتم استقبال المدعوين وتوجيههم عبر حافلات عسكرية إلى مراكز التكوين، والتي تتواجد في كل من العرائش، الحسيمة، وعرفة، العيون، الداخلة، مكناس، أكادير، الدار البيضاء، تازة، وجدة، الراشدية، القنيطرة، ورزازات، مديونة، تادلة، وقلميم. وأشار البيان إلى أن ملفات المدعوين للخدمة العسكرية ستبث فيها لجان مختصة، إذ سيتم حصر لوائح أفواج المجندين لهذه السنة في 15,000 مدعو سيقضون خدمتهم العسكرية لمدة سنة تبتدئ في الفاتحة من شتنبر من هذه السنة.